الحمد لله والشكر لله على تتويج مهرجان السلامة وعلى أحسن ما يرام، والشكر الجزيل لرجال ونساء الإعلام على التغطية الجميلة للمهرجان، والشكر كذلك موصول إلى رجال السلطة ورجال الأمن وأعوان الجماعة وجميع الموظفين وجميع الفعاليات اللي ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، كما أشكر كذلك الفرسان على المساهمة ديالهم وعلى البلاء الحسن، يعني لأن لاحظنا جميعا أنه الهدف ديالنا كان أنه الرفع من الجودة ديال البر ديال المهرجان، وفعلا كانت الجودة على جميع المستويات وخصوصا على المستوى ديال الفراجة والفرجة والطلقات الجميلة الموحدة، والشكر كذلك للجمهور الجميل على احترامه لقواعد النظام وعلى كل من ساهم في إحياء هذه التظاهرة، والشكر كذلك للنوايا الحسنة وعلى جنود الخفاء والأيادي البيضاء التي كان لها الوقع الجميل في إنجاح هذه التظاهرة. ولا ننسى أن هذه التظاهرة كانت إحياء لذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش أسلافه الميامين، ودامت لهذا البلد الأفراح ودام له الاستقرار ودام له النجاح ودامت له التنمية والنماء والازدهار إن شاء الله. السر النجاح هو تلاحم جميع الجهود وتعبئة الجميع والنوايا الحسنة، ويعني أنه كل واحد كان يعتبر أنه هذا المهرجان عنده فيه مسؤولية في النجاح دياله، وبالطبع ما كانت النتيجة إلا نجاح ديال الجميع والحمد لله.